الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم جهاد زوجة المعتقل تامر محمد عبد المجيد الفضلي. زوجي عنده 33 سنة، هو شغال باحث علاقات عامة في الضرائب العقارية. عندي بنتين، جهاد وروضة. جهاد في 3 ابتدائي وروضة لسه في أولى. زوجي معتقل من 9/4/2014، يعني ما يقرب من 9 شهور. طبعا زوجي قبل تاريخ الاعتقال دوت كان مطارد، بيدوروا عليه بقالهم فترة، يعني جولنا البيت قبل كده كذا مرة. فأنا حابة أحكي الأول قبل ما أدخل في تفاصيل أي حاجة، حابة أحكي تجربة للأمن عشناها معايا. يعني كنا في شهر 12 اللي فات في 2013، الأمن جالنا البيت و الساعة 3 بالليل لقيت الباب بتاع الشقة بيتكسر، كسروا علينا الباب. طبعا انا صحيت على تكسير باب الشقة، تخيلت ان هما بلطجية او حد جاي يسرق الشقة وكده. فبعدين لما كسروا باب الشقة، اوضة النوم كان الباب مقفول وانا والاولاد نايمين، فمن تكسير باب الشقة الازاز ده نفسه دخل علينا، الباب التاني اتفتح والازاز دخل اوضة النوم علينا واحنا نايمين. فطبعا قمت بسرعة، ما كنتش لابسة هدومي، فقمت قفلت الباب بسرعة وقعدوا بقى يزعقوهم ويكلموا مفتاحي ومش عارفة ايه. فقلت لهم طب انتظروا لما اغير اما البس، يعني اما البس هدومي. فالمهم في حد فيهم قال لي البسي، والتاني قعد يقول لي احنا مش فاضيين لك خلصي، وقعدوا يزعقوا يعني. المهم فلبست الاسدال بسرعة وبعدين خرجت لهم، فقفلت الباب على البنات وقلت لهم لو سمحتوا محدش يدخل على الاولاد، اللي انتوا عايزينه مش شقة خدوه، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، بس محدش يدخل يفجع الاولاد. فالمهم حد فيهم كان يقول لي عادي احنا ملناش دعوة بولادك، وحد تاني كان بيقل ادبه. المهم يعني فكان حوالي 25 واحد، لكنهم رايحين يقبضوا على تاجر مخدرات. يعني مش مهما قلت، المنظر اللي عملوه في الشقة والتكسير والبهدلة اللي بهدلوها لي في الشقة، لا يمكن كلامي هيغني عن الوضع. يعني كلامي مش هيوصف اللي هم عملوه. ما سابوش أي حاجة في مكانها، أي حاجة في أي حاجة. المهم كانوا حريصين على إن هم يتلفوا أساس المنزل ويبهدلوا لي الدنيا ويجيبوا كل حاجة عليها وطيها. اخدوا حاجات كتيره جدا من البيت من عندنا، اخدوا اللابتوب واخدوا الكمبيوتر واخدوا 3 طابعات والسكانر، واخدوا حاجات كمان ادوات كهربائيه من الشقه. المهم فمن ضمن الحاجات اللي خدوها طبعا اخدوا اللاب، واللاب ده كان خاص بي انا، كنت حاطه عليه شغل الرساله بتاعتي. طبعا فحصوا اللاب، افترض ان هم فحصوا اللاب ما لقوش عليه حاجه. فالمهم جي لموا بقى الحاجات كلها، فقلت له طيب سيب اللاب، يعني انت عايز تاخد مثلا، عايز تحرز الكمبيوتر، رغم انه كان ممكن الكيسه تغني عن كل اللي عملوه. حتى السماعات بتاعه الكمبيوتر اخدوه، المنظم بتاع الكهرباء اخدوه، انا مش عارفه هو ده تحريز في ايه. يعني الكراريس والكشاكيل بتاعه الاولاد اخدوها، الورق الفاضي اخدوه بتاع الطبعه، اي حاجه ينفع تتاخد في الشقه لموها واخدوها. انا مش عارفه اصلا هما كانوا بيلموا الحاجات دي عشان ايه. المهم فقال لي لا احنا هناخد اللاب. واحد قال لي طب سيبه لها، والتاني قال له لا هاته. فانا قلت له اللاب ده عليه شغل الرساله، يعني عليه تعب سنين، فازاي انت هتاخده؟ فراح قال لي لا لازم ناخده. المهم ان الضابط صمم ان هو ياخد اللاب، واخدوا حاجات طبعا لموها من الشقه وقعدوا بقى، وطبعا قعدوا في تقريبا ساعه ونص يحققوا معايا. وقعدوا بقى يبهدلوا في الشقه ويسالوني عن زوجي، وقلت لهم ما اعرفش مكانه ومش عارفه ايه، واستجوابات طبعا كانوا بيشدوا اعصابي. وفي نفس التوقيت يعني 3 واقفين او 4 يحققوا معايا، بهدلوا الدنيا وطلعوا فوق عند حماتي بهدلوا شقتها برده. المهم فالظابط بيقول لي اوعي تتخيلي ان عشان احنا خدنا الحاجات دي هيغني عنه، انا هجيبه. طبعا كان كلام كتير سخيف وطريقه مش مهذبه في الكلام. المهم بعد ما خلصوا كل ده واخدوا الحاجة، طبعا باب الشقة كان متكسر، الاولاد صحوا من النوم. فبعد كده قفلت ما تبقى من الباب علينا، وبعدين بنتي الصغيرة خرجت، الاولاد طبعا تعبوا جدا من البرد، البنت خرجت فحبت تدخل الحمام. بعد ما دخلت البنت الحمام وقفلها لما تخرج، لان البنات كانوا مفزوعين جدا، فلقيتهم بعد ما خرجوا، المفترض انهم خرجوا مشيوا، طلعوا من عند الجيران ونطوا من على السطح ونزلوا تاني، فلقيتهم في وسط الشقة تاني بعد ما قفلت باب الشقة. فالمهم الضابط مصمم
ان زوجي في الحمام، يعني اقول له البنت في الحمام، فقال لي لا ده زوجك. قلت له خلاص لما استنى لما تخرج شوفها البنت ولا هو. فلما لقاني شديت معاه في الكلام راح ماشي. طبعا بنتي الكبيره جالها حاله نفسيه وقعدت فتره من الموقف اللي حصل تتعالج، جالها ارتجاع في المريء. تخيلوا طفله عندها 9 سنين يجي لها ارتجاع في المريء. التانية خدت طبعا لطشه برد وقعدت فيها فتره تعبانه، وما زالت البنت لما باخدها لباباها الابعديه عشان تشوفه، البنت يجي لها رعشه وتخاف ممكن تعيط لأنها داخلة عند الناس اللي هي يعني سبحان الله، يعني طفلة عندها 5 سنين تشوف الأشكال دي وتشوفهم بيعملوا إيه وهم اللي حابسين باباها يعني لا تعليق، يعني ما عنديش كلام تاني أقوله. المهم مشيوا طبعا في المرة دي، وزوجي قعد فترة طويلة جدا مطارد ومش بيجي البيت. في المرة التانية بقى عرفت إن هم قبضوا عليه. لما قبضوا عليه قعدوا فترة يعني مثلا بتاع 4 أو 5 أيام معرفش مكان زوجي. يا دوب عرفت ان هو اتقبض عليه في نفس الليلة اللي اتقبض على زوجي، اتقبض عليها عليه بره البيت. في نفس الليلة جولي تاني شقة الساعة 3 برضو الا ربع بالظبط، بس الظابط ده كان اكثر احتراما شوية، يعني خبط على باب الشقة ما كسرهوش. فالمهم لما رنوا الجرس عرفت ان هما، فقلت له ثانية واحدة هلبس لبسي. فخرجت بلبس الاسدال، فقال لي لو اتأخرتي هكسر باب الشقة. المهم برضو بهدلوا الدنيا زي كالعادة. فبعدين خرجوا كلهم كل اللي يدور على حاجة يقول للظابط أنا ملقتش حاجة. فرد واحد قال لهم احنا كنا هنا ومنظفين على الشقة. المهم خدوا بعض ومشيوا بقى. وبعدها بعد فترة بقى عرفنا، بعد فترة طويلة بقى بعد 15 يوم قبل ما عرفت أزور زوجي. وبعد كده رحنا فرع الأمن مرة واحدة، وبعد كده حولوهم الأبعدية. طبعا هم دايما بيعملوا الحركة دي مع أي حد يودوا الناس فرع الأمن، ممكن تلحق تزور المسجون بتاعك أو ما تزوروش. وميعاد الزيارة يوم الزيارة بالظبط يقوموا مرحلينها، يسيبونا نروح ونقعد من الصبح لحد الساعة 12 أو 1 الظهر، وبعد كده نتفاجئ يقولوا المسجون بتاعك ترحل روح الأبعدية. طبعا اللي بيترحل وروح الأبعدية بيقعد 11 يوم في الأول قبل الزيارة، يعني تقعد 11 يوم وكمان قبلها 15 و15، أنت ما أنتش عارف أصلا تشوف المعتقل بتاعك ولا تطمن عليه ولا تعرف هو اتعمل فيه إيه. بعد كده رحنا بقى الأبعدية بعد 11 يوم عشان نقابله. طبعا بعد بهدلة بنروح نعمل إذن النيابة. إذن النيابة ده طبعا بيتعمل مرة كل شهر، وبنعمل لو لازم 30 يوم، لو أقل من 30 يوم يومين كل النيابة مرضاش يمضي على إذن النيابة. طبعا بنروح لازم نروح الصبح، يعني مثلا احنا من بلد مش احنا مش من دمنهور، او لان سجن الابعديه ده في دمنهور، فاحنا من بلد جنبها. فبنقعد نصحى الساعه 6 الصبح طول الليل عشان نجهز الزياره، ناخد اكل معانا للمعتقل بتاعنا. تفضل الزوجه صاحيه طول الليل عماله تعمل اكل، وبعد الفجر تصحى وتاخد الاكل وتمشي عشان تروح الصبح تقف في الطابور عشان احجز للزياره. بعد كده بنتين بقى قاعدين لحد ما يمنوا علينا. طبعا دي لو زيارة خاصة، لو زيارة سلك بتروح برضو في نفس التوقيت. وبنتين قاعدين من الساعة 7:30 أو 8 الصبح لحد الساعة 4 قبل ما ندخل الزيارة. بعد ده كلته على 10 دقايق. طبعا لما بندخل الزيارة الخاصة بتبقى مهانة ما بعديها مهانة. الأول في سير بيتدخل عليه الاكل، السر ده عشان يمكن يكون واخدين متفجرات ولا حاجه، فالسر يطلعها يلحق يعرفهم ان في متفجرات في الزياره فتخرجها. المهم فطبعا كل حاجه، لو واخد ازازه دواء والازازه دي ازاز يعني فيها دواء، لا السر يصفر، لا الدواء ده ما يدخلش. طب لو المريض بتاعك هيموت والدواء ده اللي هيحييه، لا يموت وانت ما تدخلوش الدواء ده. المهم ان بعد التفتيش الاكل في المرحلة الاولانية بندخل للمرحلة التانية. المرحلة التانية طبعا بتدخل عند امين الشرطة او المخبر، بيقعد بقى يفتش الاكل. طبعا حاجة مهينة جدا، حاجة اصلا يعني بعد تفتيش الاكل تقرف ان انت تاكل منه تاني. طبعا لو في اي حاجة بيفتحوها، بعد كده يفتح العلب ومرضاش يقفلها ويتعمد ان هو يسيبها. طبعا لما تحط الاكل بعد كده والعلب متفتحة، عبال ما يشيل الاكل كله اتكب على بعضه، يعني عبال ما توصل للزيارة المسجون اصلا مش بتبقى اكل، ده بيبقى رز على خضار على مش عارفة ايه على ايه على ايه، كل الدنيا بتتبهدل في بعضها. طبعا 90% من الاكل ممنوع، يعني مثلا مثال لو انا هدخل زوجي تمر او بلح او اي حاجه من الحاجات دي لازم تتفصص ويطلع النقع منها. فانا مش عارفه هي ايه الحكمه من كده، هم هيعملوا نووي جوه اللي هيضربوا بعض بيه مش عارفه. اي معلبات ممنوع انها تدخل عشان العلب الصفيح يا جماعه ما تدخلش.
اي المحشي ممنوع، مش عارفه المكرونه البشاميل لا ممنوع، المانجا لا ممنوع عشان فيها بذر، الخوخ ممنوع، البرقوق ممنوع، الباميه ممنوع، عشان نعرف اصلا ايه اللي سبب الممنوع دوت، عشان نعرف حكمه من انها ممنوعه مش عارفين هي ممنوعه ليه. اصل انتوا بتدخلوا، ممكن تدخلوا مخدرات فيها. اولا اي مخدرات بتدخل في السجن هم بيبقوا عارفين انها داخله وبيبيعوها جوه، يعني العساكر بيبيعوها جوه للمساجين، وهم عارفين ان احنا معتقلين سياسيين ولا يمكن ندخل الحاجات دي. احنا داخلين اصلا المعتقل ده عشان مبدأ، عشان احنا بنصلي وبنقرا قران، فهم دخلونا المعتقلات مش عشان هنبيع مخدرات او هندخل مخدرات. وانا نفسي شفت موقف قدامي ان واحده جنائيه بتقول لواحده جوزك اتعمل له قضيه جديده، فقالت لها ليه؟ قالت لها عشان المخدرات اللي احنا كنا مدخلها له في الزياره. فاذا انتوا عارفين، وعارفين مين كويس جدا اللي بيدخل المخدرات ومين اللي بيعمل كده، ولكن مش هنقدر نقول غير ان هو اذلال لينا، وان هم يبهدلوا المعتقلين سواء جوه، يبهدلوا المعتقلين جوه ويمنعوهم من كل انواع الاكل، وفي نفس الوقت مهانه لينا وتكلفه لينا. يعني ربنا عارف ان كل عالم، كل واحده بتجيب فلوس الزياره دي ازاي، وانها يعني بتقتصد من مصاريف اولادها عشان تجيب الزياره، وفي الاخر نجيب الزياره ممكن عشان مش عارفه غلطه في اسم، ولا انت اتاخرتي، ولا ايه، ممكن يلغي لك الزياره. طب لا الاكل ده مش داخل، طب نخلي الاكل بره عبال ما ندخل، او لو جايبين لبس او حاجه عبال ما نخرج من الزياره، نخرج نلاقي اللبس او الحاجه الناس التانية سرقته. يعني كذا مره يبقى معايا حاجه ولا العسكري يقول لي مهاش داخله، فاركنها، يقول لها حطيها في الاوضه بتاعه الامانات. طبعا اوضه الامانات دي لازم بتسرق طبعا، وبتتنفض قبل احنا ما نخرج، يا اما الجنائيين بيسرقوها يا اما العساكر نفسهم بيسرقوها. الحاجه التانية ان احنا لما بندخل الاكل، لو ما دفعتيش فلوس الاكل ما بيدخلش، واحيانا بتدفعي فلوس وبرده الاكل بيتسرق وما بيدخلش. لما نبقى مدخلين مثلا 8 كيلو لحمه وال 8 كيلو اتسرقوا كلهم، والناس اللي جوه دي بتبقى صايمه وطول النهار عايزه مستنيه الاكل اللي احنا هندخله لهم، وفي الاخر الاكل بيتسرق، يا اما بيتسرق نص يا اما بيتسرق كله. يعني لو اشفقوا علينا بيسيبوا نص الاكل. دي مرحلة تفتيش الأكل. بعد تفتيش الأكل بندخل على التفتيش الذاتي، ده في حالة الزيارة اللي هي الزيارة الخاصة اللي انت هتقابلي فيها المعتقل وتقعدي معاه وتكلميه. طبعا بندخل السجانات، بندخل عند السجانات يفتشونا، بتوصل لدرجة ان هم ممكن يطلبوا مننا نقلع الجزمة، تقعد تفتش شعري وتفتشنا بطريقة مهينة أشبه بالتحرشات. يعني احنا مش هقدر اقول هي ممكن تعمل ايه، لكن بيحسسونا ان احنا يعني داخلين هندخل الجنة بقى، فبتقعد تفتش وتبهدل فينا. ولو حد طبعا اعترض، ابسط حاجة عند الآنسة اللي بتفتش انها تقولك انا هلغيلك الزيارة، او تناديلك الضابط لو انت اعترضتي على الطريقة المهينة دي في التفتيش. المهم بعد كده، بعد ما ندخل بقى بيدخلونا في قاعة كده، القاعة دي صغيرة يعني ما تكفيش 30 واحد. يعني لو 30 مثلا واحد معتقل هيخرجوا ويدخل لكل واحد 3 أو 4، يعني يا دوب ممكن تكون معقولة. لا احنا احيانا بندخل بال70 وال80 واحد، وكل واحد داخل له اهله هيدخلوا يقابلوه. تخيلوا بقى العدد ده كله يبقى في قاعة صغيرة، يعني في عز الشتاء ما بنبقاش طايقين نقف. المهم ان المساجين بيطلعوا علينا لأهاليهم. والله أنا حصلت معايا أكتر من 5 أو 6 مرات، كل مرة الناس الجنائيين اللي بيبقوا خارجين مع المعتقلين بيدوسوا علينا بالجزم وإحنا واقفين، بيطلعوا على البنشات اللي بتبقى موجودة، وكل واحد يجري بسرعة عايز يقابل أهله قبل ال10 دقايق بتوع الزيارة ما يخلصوا، فكله بتلاقيه عمال يدوس على الناس. يعني أنا بنتي اتبهدلت وعيطت لأنه داس فوق البنت، يعني عمالين يطلعوا ينطوا يمين وينطوا شمال ويدوسوا علينا. يعني حاجة قمة المهانة وقمة الذل لينا. المهم فبعد كده يعني اشوف بقى قبل ما تقابل المسجون بتاعك، ونقف الزيارة واحنا واقفين مفيش مكان نقعد فيه. المهم بعد كده بيبدأوا طبعا اللي المسجون اللي يفكر يعصلك او يقف 5 دقايق زيادة بيدخل جوه الضرب طبعا. يعني لو قالوا الزيارة انتهت والمسجون ده ما دخلش عادي مفيش مشكلة، بيسيبوه وبعد كده بيخرجوا الاهالي وبعد كده بينضرب جوه. طبعا ده ابسط، ده حاجه بسيطه جدا من اللي بيحصل. يعني طبعا في حاجات تانية، ان احنا معظم اللبس ممنوع يدخل، كل حاجه ممنوعه. اصل اللبس ده اصله مش عارفه شكله تيشرت، فلبس خروج ما ينفعش، اصله فيه بادج صغير. يعني اما اشتري لبس واروح بيه فالعسكري يقول لي لا الفانيلا دي بحوض ما ينفعش، هاتي لي فانيلا ب7. بقينا في عز الشتاء وعايزين ندخل، لا الملايه ما تنفعش. طب ليه؟ قال لي ممكن يشنقوا بيها نفسهم. طيب ماشي بلاش ملاية، ندخل دفاية لا ما تنفعش.
بعدين رجع وقال له طب هاتي بطانية. خدت البطانية ورحت بيها، قال لي لا دي طبقتين ما تنفعش، عايزين واحدة تانية. رجعت تاني جبت بطانية طبقة واحدة، لا اصل فيها سير ولازم السير ده يتقطع. فخدت قطعت السير ورحت بيها، الضابط قال لي لا مفيش بطاطين، التعليمات جاية لنا كده مفيش بطاطين الا في اخر، الا في اخر 12 يعني اول واحد كده عليك بخير هات البطانية. قلت له ايه الحكمة؟ قال لي مفيش حكمة التعليمات بتقول كده. المهم ان للاسف يعني هو كل القصه ان هم بيحاولوا يهنونا، بيحاولوا يذلونا، لكنهم يعني مش قادرين يفهموا ان احنا اصحاب مبدأ واصحاب قضيه. مهما عملوا، لو عملوا اكتر من كده احنا هنستحمل، بس احنا برضو مش هنقبل الدنيا لا في ديننا ولا في نفسنا، احنا مش هنتنازل مهما حصل. من الحاجات برضو اللي انا عايزه احكيها ان احنا طبعا لولا الاكل اللي احنا بندخله لاهالينا جوه والمعتقلين بتوعنا كانوا هيموتوا لو اعتمدوا على اكل السجن. اكل السجن صلاحيته منتهيه، اللي غير ادمي تماما، اللي بيرموه لهم قدام باب الزنزانه، اللي اي حد لو اتنفس اللي اي يتحرم من الاكل، اللي اتحرم من اكل لو دخل اوضه التاديب. يعني انا اذكر ان زوجي قال لي ان لما بيدخل التاديب واحنا في عز الحر الانسان بيبقى عايز يشرب، لا ممنوع تماما الميه طول ما هو في اوضه التاديب. يعني لو قعد 3 4 ايام جوه لحد مزاج الضابط ما يجي ويطلعه، بيقعد 3 4 ايام غير شرب. بتكلم عن الزيارة السلكي، طبعا الزيارة السلكي دي كل اسبوع زي ما قلت قبل كده ان احنا عشان ندخل زيارة السلكي دي بتبقى اخر زيارة، يعني بتبقى تقريبا على الساعة 4 العصر. فبرضه نفس المعاناة، احنا بنعمل الاكل بالليل او بنعمله الصبح بدري، وبنخرج من البيت 7:30 تقريبا او 7 لو انا هجيب البنات معايا بجيبهم. المهم باجي تن بسجل، بقف في الطابور واسجل، وتن قاعده بقى قدام الابعاديه في المعاناه من 8 الصبح لحد الساعه 3:30 4. ولو طبعا الزيارات الخاصه 3 زيارات ممكن نزور بعد المغرب، زي رمضان كده كان المغرب بيأذن واحنا قاعدين قدام الابعاديه، والعشاء تيجي وصلاه العشاء تيجي واحنا لسه ما خلصناش زياره. ماشي، واحنا لسه ما خلصناش زياره، والناس اللي جوه اللي هم اصلا صايمين ما دخلهمش اكل خلاص. المهم ان احنا بندخل بقى القاعه دي، يعني هي دوب تستحمل 20 واحد يتكلموا بالعافيه. لا احنا ممكن ندخل الزياره بتتقسم على مرتين، ممكن يدخلونا 30 او 40 واحد في المره. في ال 30 او ال 40 واحد دول بيدخل لهم مثلا كل واحد 4 افراد ولا 3 افراد، فبيدخلوا تخيلوا كل دول بيتكلموا مره واحده. من الحاجات اللي بتثير فعلا يعني بتخلي الواحد حزين ان اول ما المعتقلين بيخرجوا اطفالهم بيصرخوا صرخه، كل واحد بيبقى فرحان قوي ان بابا خارج. فانا اول مره دخلت صراخ الاطفال انا تخيلت ان في كارثه، في حاجه بتحصل لان في حد بيصوت. فبعدين يعني التفت ان الاطفال فرحانين، يا عيني كل اللي شايف بابا ينادى عليه عشان بابا يشوفه. المهم ان احنا يعني احنا عبال ما بنتفتش وبنروح ما بنلاقيش اصلا مكان نقف فيه. فيعني احنا للود اللي بينا والاحساسنا بالمسؤوليه، فتلاقي كل واحده لو زوجها ما طلعهاش في الزياره الاولانيه تقول لها طب اقفي مكاني لما زوجي يطلع. يعني كام مره حصلت معايا ان انا اروح ما الاقيش مكان اقف فيه وزوجي يخرج ويدور عليا وانا ادور عليه. يعني بنقعد نلف كده في السلك، هو يلف جوه انا الف جوه. يعني في مره من المرات يعني تخيلوا انا عماله اجري وقصاد زوجي، هو يجري قصادي عشان نلاقي مكان اصلا نتكلم فيه او عشان هو يشوفني وانا اشوفه. الزيارة كلها عدت على كده، ان احنا بينا وبينه حوالي مترين وسلك قدامي وسلك قدامه. اصلا انت بتبقاش شايف ملامح المعتقل بتاعك، ما بتبقاش سامع هو بيقول ايه. يعني انا بشوف ناس ماسكه ورقه وقلم وبتحاول تكتب يا عيني عشان تفهمه هو ايه الموضوع. يعني تخيلوا يعني اعتقال زوجي 9 شهور، في ال9 شهور لو حسبنا الوقت اللي احنا قابلناه فيه وقعدنا معاه لا يتخطى الساعه. تخيلوا في ال9 شهور لا زوجي ولا انا نعرف اخبار بعض. يعني انا ما اعرفش اخباره ايه ولا هو عارف اخباري ايه. يعني عشان اتكلم بس على الاولاد او اقول الاولاد كويسين او اي حاجه في اي حاجه مش بعرف اعمل ده. من الحاجات برضو اللي كانت بتخليني حزينه جدا لما بندخل الزياره الخاصه بيقعدونا بقى فتره طويله قبل ما يخلصوا تفتيش. في العساكر والامناء بيدخلوا بيقعدوا يرزعوا في البيبان كل شويه عشان يوهمونا انهم خلاص خرجوا المعتقلين لاهاليهم. فكل ما عسكري يعدي ويقرب جنب باب اللي هم هيخرجوا منه من الزنزانه اللي هيخرجوا المعتقلين علينا، تلاقي كل الانظار التفتت، الاطفال والناس كلها التفتت تبص على الباب علشان يشوفوا اهاليهم خارجه، من كتر ما هم مشتاقين لهم عايزين يشوفوا اهاليهم، فيروحوا عند الباب يرزعوا الباب ويسيبوه يمشوا.
يعني بحيث ان هم يوترونا، بحيث ان هم اكنهم يعني سبحان الله اهانه اهانه فعلا ومذله فوق الوصف. الحاجه اللي انا عايزه اختم بيها واقولها رساله لزوجي، احب اقول له والله اني احبك في الله ومنه من الله عز وجل ان هو رزقني بيك كزوج، ونحسبك من الصالحين ونحسبك على خير. وعايزه اقول له ان في ناس كتيره جدا بتحبك، ناس كتيره جدا مش مصدقه ان انت ارهابي ولا انت انسان وحش. زوجي نحسبه ولا نزكيه على الله من الإنسان من الناس الصالحين، دائم كان دائب للعمل بدعوته، ما كانش بيترك أي عمل خيري إلا وكان يشارك فيه. يعني أنا كل ما أعدي على الحيطان وعلى الأماكن اللي كان بياخد الشباب عشان يعمل فيها تشجير وعشان يرسم رسومات، فكنت نقول يعني زوجي إيد زوجي كانت في المكان ده هو وبتعمل خير. لما كنت بنشوف شهر رمضان يجي، جه السنة دي واللي قبلها بعد الانقلاب، ما كنتش بشوف حد ينزل ينظف الشوارع ولا يزوق الشوارع ولا ينزل يفرق شنطة رمضان ويعمل أعمال قوافل الدم. كان كل شوية حد يتصل عليا دلوقتي يقول لي إحنا عايزين دم، عايزين بلازما، لأن كان عارفين ان انا زوجي اللي كان بيتصرف في الشيكات بتاعه الدم والبلازما. فكنت اقول لهم خلاص، يعني اللي كان بيجيب الحاجات دي هو معتقل لما يخرج بقى ان شاء الله. فسبحان الله، يعني ان شاء الله الحاجات دي كلها هتكون شاهد عند ربنا ليك ولعملك، وان احنا معاك ومهما حصل لينا مش هنتنازل عن مبادئنا ابدا. الرساله التانية بقى لزوجات المعتقلين، اثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا. سبحان الله، انتوا بتبنوا الخلافة وبتبنوا الدولة الإسلامية وبترجعوا دين ربنا يحكم في الأرض. فسبحان الله، إن بعد العسر يسر. إن شاء الله ربنا يحفظك قريب جدا، وهتبقى أيام والمهانة دي وكلها هتبقى ذكرى لينا، هتبقى ذكرى لينا، هتبقى ذكرى نحكيها لأولادنا إن إحنا بنينا الخلافة على أكتافنا، وان فعلا زي الدكتور مرسي ما قال ان فعلا ابائهم واجدادهم كانوا رجال فعلا، ما ضحوش بدينهم لمجرد ان هو هيمنعوا عنه اكل او ان هو هيضربوه او هيعذبوه في المعتقل. الحاجه الاخيره بقى عايزه اوجهها للقضاء ولوكلاء النيابه، وما كان ربك نسيا، ما تقلقوش. انتوا متخيلين دلوقتي ان الدنيا بتضحك لكم، واخدتوا مناصب وعربيات وقبضتوا فلوس ورحتوا اتفسحتم مقابل ان انتوا حكمتم على الاخوان باحكام قاسيه. خلي بالكم، كل بنت اغتصبت جوه السجن المقابل بتاعها وعقاب عند ربنا، يا زوجتك يا بنتك هتغتصب قدام عينيك. اهم حاجه ان الجزاء من جنس العمل، يعني سبحان الله كل حاجه انت عملتها ربنا هيرزقك باللي هيظلمك، لأن ربنا عادل ومش بيظلم. كل وكيل نيابة كتب بإيديه وخط بقلم وحكم ظالم على واحد شريف وهو عارف إن هو مظلوم، ربنا مش هيتركه. كل ضابط كسر باب شقة ولا اعتدى على طفل ولا حرم أولاد من أبوهم أو حرم زوجة من زوجها أو أم من ابنها، ما تقلقش، ربنا هيحرم أمك منك وهيحرم أولادك منك عاجلا أم آجلا، يعني بأي شكل من الأشكال. مش لازم يعني تقوم محكمة للصبح وإحنا المحكمة اللي إحنا هنديرها وهنحكم عليك، لا، محكمة ربنا أعدل، وإن شاء الله هناخد حسابنا ده منكم في الدنيا قبل الآخرة، ما تقلقوش. يعني لان يعني سبحان الله لازم يكون في قصاص في الدنيا عشان الظالم يرجع عن ظلمه، وعشان المظلوم يكون عنده يقين ان ربنا هيديله حقه.